الآن اللحظة التاريخية، لحظة رفع درع دوري الدرجة الأولى. نادي نزوة إلي سيسي سيذهب لأن يرفع درع دوري الدرجة الأولى لنادي نزوة لأزرق الداخلية. درع دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019-2020 لكابتن نادي نزوة الآن إلي سيسي، إنجاز تاريخي لنادي نزوة لأزرق الداخلية الذي ينال الدرع. نعم في هذه الأمسية الدرع إلى ولاية نزوة، إلى المدينة التاريخية، إلى المدينة الجميلة هنالك في قلب محافظة الداخلية. نزوة يتوج بطلا، وهذه الأفراح، لقطة الختام نعم للفريق الأزرق لنادي نزوة الذي ينال نعم بطولة دوري الدرجة الأولى عن جدارة واستحقاق. ألف مبروك لمجلس الإدارة، للجماهير وعشاق النادي، ونتمنى لنادي نزوة التوفيق، لنادي الاتحاد التوفيق، لنادي المصنعة التوفيق في مشوارهم في دوري عمان تل الموسم القادم. بهكذا طبعا بهذه اللقطات بأفراح لاعبي نادي نزوة، المشهد الأخير في دوري درجة الأولى، لقطة الختام، مشهد الختام، نزوة بطل نعم لدوري الدرجة الأولى، وبالتالي إنجاز يسجل الفريق الأزرق الذي يتوج بالدرع للمرة الأولى في تاريخه، ويصل عن جدارة واستحقاق لدوري عمان تل، يصل عن جدارة واستحقاق لدوري عمان تل. وبالتالي بهذه اللقطات التذكارية تنتهي هذه الأمسية، وينتهي هذا العرس الكروي الرياضي الذي جمع الفريقين نزوة والاتحاد. أفراح لاعبي نادي نزوة بالبطولة بدرع دور الدرجة الأولى. نعم إذا هكذا مشاهدينا متابعي قناة عمان الرياضية بهذه اللقطات وأفراح لاعبي نادي نزوة، أصل معكم إلى لقطة الختام. أتمنى أن أكون قد وفقت في التعليق على أحداث هذه المباراة. إلى حين اللقاء بكم في مناسبات قادمة، تقبلوا تحياتي محمد بن علي الريامي. الصوت والصورة الآن يعود لزميلي العزيز يونس الفهدي.